I would like to welcome you to the Abtedi talk series on Levant's creative impetus on the rise and invite you to connect with the buoyant cultural scenes of the region. Today is our second talk out of 5 talks with experienced artists from different backgrounds from Lebanon, Jordan, and Iraq, highlighting the work of these inspiring artists and thus adding to the visibility of the creative and cultural scenes and industries in the MENA region. The Abtedi Knowledge Platform, which is organizing these talks, is part of the project Cultural and Creative Industries, which is implemented by the GIZ on behalf of the German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development and in cooperation with the Goethe Institute. It improves employment and income opportunities for creative professionals in 6 partner countries: Lebanon, Jordan, Iraq, Kenya, Senegal, and South Africa, and operates mainly in the music, fashion, design, and animation sectors. In addition to promoting the development of entrepreneurial, digital, creative, and technical skills through training programs, the project aims to strengthen the framework conditions and the ecosystem of the cultural and creative industries. And finally, last but not least, this talk series was curated and is being conducted by Nicole Hamouche from Beirut, who is a journalist and consultant on creative industries. And with that being said, Nicole, I would like to hand over to you and our today's guest, Bassam Abu Diab. Thank you, Salma. Thank you for this beautiful program. The Goethe Institute is building in the MENA region. You asked me to speak in Arabic, Kirmel Bassam, but it will be this conversation in Arabic. وبتمنى انه في كثير ناس من العالم العربي راح يقدروا يكتشفوا بسام ابو دياب للناس اللي ما بيعرفوه. بسام لغته هي منا اللغه العربيه بالتحديد، هي لغه الراس، هي لغه الجسد. ف ان كان العربي ولا الانجليزي بالنتيجه هي اللغه اللي بيعتمدها بسام، هي لغة الجسد والمسرح، وهي بركة بتعبر للكل وبتسمح للكل إنه يقدروا يحكوا مع بعضهم لغة common. بسام راقص وممثل ومخرج، هو بيتميز بالرقص الحديث وبالفولكلور. تخرج من الجامعة اللبنانية بالمسرح بالأول، وتوجه مع الوقت للرقص وللمسرح الحركي، ورقص بالعالم. يعني آخر كم سنة بسام رقص بأوروبا، ببلاد الشرق الأوسط، واشتغل على أعمال عديدة مع راقصين ومخرجين في جميع أنحاء العالم. بال2021، يعني مش من زمان كتير، مع أنه هو له زمان بيرقص وبيمثل، تخرج، يعني طرح أطروحته تبع الماجستير بالطقوس الدينية العربية والإسلامية أكثر بالتحديد، ووجود في المسرح الجسدي. ومن نفس السنة 2021 يعني خلق بيروت فيزيكال لاب، يلي هي مساحة لتطوير مهارات الراقصين بلبنان، واللي بيحبوا كمان يشتغلوا بموضوع المسرح الجسدي. وبيروت فيزيكال لاب تنشط بكذا نطاق، في صفوف رقص، في ورشات عمل، وفي بحث. وهذا اللي بيميز كمان بركة بسام أبو دياب، هو إنه مش بس راقص، بس هو باحث كمان، باحث من عبر الرقص، من عبر التعبير الجسدي. مواضيع بيتطرق لبسام هي مواضيع مثل ما بيقول قاسية، صعبة شوي، منا خفيفة، بس لأنه هي نابعة من الحياة اللي عم نعيشها بالمنطقة ومن الإرث تبعنا. بسام يطرح كتير موضوع الإرث كمان، الإرث بشكل واسع. بيطرح هالمواضيع، ما بيخاف يطرحها، بس بيطرحها بخفة،
واللي عم بيجرب يعمله بسام بلبنان ببيروت وبضواحيها بالتحديد أكثر، هو إنه يفتح مجالات للشباب واللي أقل شباب كمان، إنه يقدروا يكون في عندهم مساحات، خاصة آخر كم سنة قد ما شفنا بيروت والوضع بلبنان صعب، يخلق لهم مسافات وين هن يقدروا يعبروا عن نفسهم بأمان، وين يقدروا يبحثوا عن أشياء عايزين يبحثوا عنها بأمان، وإنه يدعم كمان المجموعات الكوميونتي، وإن إحنا بحاجة ماسة لهالشي ببيروت. بقى أهلاً فيك بسام، وبدي أسألك قبل ما نبلش بالسؤالات وبالنفوت بصلب الموضوع، هل فيك تشاركنا أهيان لك بركة لألك مني أنا بالتكنولوجيا بمقطع صغير من Under the Flash على اليوتيوب؟ شو كان في غير Under the Flash؟ حأبعت له اللينك، شو اسمها هيديك كمان؟ في اللينك تبع دسيج، ممكن بس نكون عم نحكي عن الطقوس الدينية نحط اللينك تبع دسيج. جعفر ماشي الحال؟ بدكم أبقى عمل بلاي أنا بس جاهز. Yes. Tu immagini che ci fosse, immagini che ci sia una palla dentro il tuo stomaco. Quindi la mandi a tutti gli arti. La torre non ci vado. Così può scappare dalle scuole. دعاية. فينا نشيل خلاص إذا خلاص عمول معروف. في لينك تانية. بعد عم ماشي هاي إتا بليز فيك توقفها. مش الحال. هيدا اللينك. أوكي. لا مش هلا مش ضروري مش ضروري هلا بعد شوي بعدين. أوكي. دونك هيدا لنعطيكم فكرة عن 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 طريقة الأداء تبع بسام. وعن مهارته، وهلا بدي فوت شوي اكثر معك بسام، اذا فيك تخبرنا من وقت اللي ما انت تخرجت بالاول شوي مسيرتك، انه كنت بالمسرح وبعدين يعني المسيره فعلا السيره بعيتك، كيف كنت بالمسرح وليش بعدين رحت لسوق الرقص، وبالرقص شو اللي بيميزك، وموضوعك كيف عمقت أكثر بالمسرح الجسدي مثل ما أنت بتسميه، شو في وراء هالكلام، ومثل ما أنت عادة يعني منك شخص بحب كتير الكلام، بس فسر لنا شوي شو في وراء هالدينوميناسيون وسيرتك. مرحبا. يعني سيرتك بالأول وبعدين راح نحكي شوي شوي عن العروضات اللي عملتها، بس بالأول شوي السيرة تبعيتك وفنك، فنك شو اللي جذبك لحتى تعمق بموضوع شوي أكبر من المسرح بالتحديد أو الرقص بالتحديد. بالأول كان المسرح بالنسبة لي هو صدفة حلوة، هيك تعرفت عليها بقلب الضيعة، لأن كان في بنعيش بيتنا كان حد المدرسة، وين كان يصير في مسرحيات هيك بقلب المدرسة، إنه المسرحيات تبع الضيعة، وكان في حدا بعامل مسرح بالجامعة اللبنانية وهو كان عم بيعمل هيدي المبادرة، وكنت بعمر صغير هيك صرت خلص لقيت حالي إنه صرت اتجمع مع
مع اولاد الحي واعمل لهم مسرحيات فكان عندي هيدا الحب للمسرح. وبعدين فتت على الجامعه اللبنانيه. بخلال الدراسه بالجامعه اللبنانيه ساعدت انه التقيت او كان عندي فرصه يكون عم باخذ مع بعض الفنانين او اللي كانوا عم بيدرسوني، يعني اللي كان عندهم شوي اتجاه لا مسرح شوي حديث ومسرح حركي. وبالنسبه لي صرت احس حالي انه اكثر هيدا المطرح عم بيعبر عني اكثر، عم بقدر احط افكاري، عم لاقي حالي اكثر مرتاح واوسع الاشياء، ولقيت انه الحركه اوسع شوي من وابعد من الـ من الـ من النصوص، وخصوصا انه بتصير لغه عالميه اللي هي لغه الجسم اللي بيكون عم بيجمع كل الناس، لأن هي أجسادنا، هي أجساد البشر، هي وحدة. ومع الوقت كمان بلش أشتغل بمقامات واللي هي فرقة رأس معاصر، وعملت معهم كذا بيرفورمانس وصل الوقت لبلش أكتر فكر إنه أعمل المسرح اللي أنا عبالي يكون عم بعمله، والرأس اللي أنا عبالي يكون عم بعمله. وهون كان في، لأن جاي من خلفية مسرحية وعندي هيدا الشعور بإني إنه عندي حب لكون عم مثل كأكتر، بنفس الوقت بحب كون عم بعمل الرأس المعاصر، وبنفس الوقت كان في الفولكلور واللي هو من الأشياء اللي من الرأس اللي كمان كتير بحب أعمله، واللي هو موجود بقول إنه اللي بياكل تبولة وبيشرب عرق وكب ني وكذا فطبيعي يكون عم بيدبك، وعلاقتهم ببعضهم، لأن علاقة البيئة وعلاقة الطبيعة بالأجسام هي بتخليه يعمل شكل الرأس اللي بيرقصوه الشعوب. فكانت الدبكة بالنسبة لي كمان هيك بارت كتير أساسي بالحياة الشخصية وبالمسرح. لا بمطرح معين بلشت جرب أخلق نوعية مسرح لها علاقة بالقصة كحكواتي، وحط فيها طريقة الرأس اللي أنا بميل لها اللي هي الفولكلور، بس بطريقة معاصرة مع دمج شوي بين الرأس المعاصر والرأس الفولكلوري، وأكيد بقالب مسرحي، لأن كمان الصورة بتعني لي، النص بيعني لي، وطريقة السبجكت إنه يكون في موضوع جامعهم، بس بفكرة العلاقة الثلاثية اللي هي بين الجسد، الموسيقى، والنص المكتوب. وفيها بلشت اول بيرفورمانس كان اندر ذا فلاش، هو البيرفورمانس اللي شوي بلش يكون اتجاهي الفني اذا بدنا نقول بالرأس اللي بجرب كون عم بخلقه، او بالمسرح الحركي، لان ما بعرف افصلهم على بعضهم على قد بس انه الرأس المعاصر او المسرح الحركي هن هالقد متداخلين ببعضهم. واكيد بالاخر اهميه العرض كعرض مش مهم التسميات. وكملت اشتغلت كذا بيرفورمانس على بنفس النوعيه اللي عملت فيها اندر ذا فلاش، اللي هن اخلق القصه ومن القصه تخلق الموسيقى ومن الموسيقى تخلق الحركة، وبصير في ثلاث عناصر عم بيأثروا على بعضهم، عم بيصير في انتراكشن مع ثلاث عناصر. والعنصر الأساسي بكل هول الأشياء كمان كان إنه يكون عم شارك الجمهور بطريقة يحس حاله معني بالشيء اللي عم بيشوفه، ويكون دايما عنده الشعور إنه معقول يكون جزء منه. مؤخرا بردو بدك تقول شيء، بعد عندي كم سؤال اسالك اياهم، بس هلا بدك تقول شيء كمان.
مؤخرا او بال 2019 كنت عم بكتب رساله الماجستير واللي هو بلشت ببحث عن اهميه الطقوس الدينيه اذا نحن فينا نستعملها بطريقه نكون عم نقوي التقنيات تبع الممثل وعم نخلق نوعيه جديده من الحركه ومن الابداع اللي مرتبط بشيء له علاقه بالروحانيات وبالحركه وبالفعل الجسدي، يعني كيف قدي اهميه هيدي الطقوس لتخلق لنا جسم ممثل حاضر وبنفس الوقت يخلق ابداع عنده من خلال طقوس دينيه. و 2021 كانت انطلاقه بيروت فيزيكال لاب اللي هو مشروع عم بينعمل بقلب بيروت لنكون عم نخلق مثل ما قلتي قبل مساحه لفنانين شباب صبايا بمختلف الاعمار يكونوا عم بيجوا يطلع يكون عندهم فرص ليعملوا ليقووا مهاراتهم، يكون عندهم الفرصه لبعدين يكونوا عم بيعملوا العروضات تبعهم ويكونوا عم بيعملوا كمان كونكشن مع مدربين وفنانين من عالميين، وكمان هيك نرجع نخلق كوميونيتي، مجموعات من الناس اللي بتحب الحركه، تعتبر انه الجسم ولغه الحركه هي لغه اساسيه بالتعبير. ف بعتقد هودي بسام معلش هو حديث مشترك بيني وبينك ما تخاف، مش ضروري تقولهم كلهم دغري، عندي كذا سؤال بدي اسالك. انا قلت انت انه تخلق قصه، بالاول بتجي القصه براسك وبعدين في الموسيقى وبعدين في لغة الجسم. أنا بدي أسألك بالنسبة يعني كم سؤال بالنسبة لهالشي وبالنسبة كمان للناس اللي بيرقصوا، بالنسبة للقصة شو المواضيع؟ لأنه حتى وقت نقرأ عناوين العروض تبعولك العناوين لحالها دجا بتخدنا على مطرح، يعني العناوين eternal about connection، يعني العناوين كلها فيها دغري صلب الموضوع. بقى وقتها تحكي عن قصة وبعدين في شيء عملته بأوروبا بإيطاليا لفت لي نظري، بعتقد كان بإيطاليا أو بإسبانيا، يلي كان كمان مع ناس حتى من غير بلاد، كنتوا عم تتطرقوا على موضوع الحرب والعنف وشو هالشي، يعني قديش بيخلي هالشي رواسب بجسمنا وكيف نحنا كيف الرقص بيسمح لنا بركة نتخلص من هالرواسب، ما بعرف. بس على كل حال هو عبر الجسد انت عم تطرح موضوع العنف وكيف كمان الواحد بيقدر بمجتمعات عنيفة مثل المجتمع اللي نحن عايشين فيه وين الناس بتنسى الجسد. يعني في كتير حكي بس نحن بننسى انه كل هالعنف وكل التاريخ اللي عشناه بيتأيد بجسمنا. بقى أنا بحب إنك تشاركنا شوي وهيدي الحرية يلي أنت بتخدها إنك تشارك شوي عن كم عرض عملتهم، شو كان موضوعهم، وبحب أعرف بالنسبة لهالشي مع الأوروبيين والأجانب يلي ما عاشوا نفس الشي عنا نحنا. طبعاً كل إنسان عنده خبرته الشخصية بالحياة، بس يلي ما عاشوا بركة نفس الجو العام، يعني يلي هو دجا الحرب بحد ذاتها والحرب ومشتقاتها، يعني مثل بيروت إكسبلوزيون تبع 4 آب الانفجار. إذا فيك تشاركنا شوي كيف أنت
وأنا هذا الشيء كتير حبيته وقت شفت إنه حتى الأجانب يعني تفاعلوا معك بهالمواضيع، يعني أنت عم بتروح تدرس كمان وبتعطي ورشات عمل بأوروبا لناس يعني جو منه نفس الجو عنا نحنا، فكيف أنت عم تقدر، كيف هن شو هن عم بيقدروا ياخذوا منك، ويعني هالخبرة مع الأجانب هالكولابوريشنز، إذا فيك تخبرنا وتاخذ تنقيلي كمثل شي موضوعين ثلاثة عروضات يعني أنت اشتغلت عليها، خاصة اللي لفت لي نظري من موضوع بنيويورك هوم، هيدا الموضوع، وموضوع كان خاصه بالجزر شي روتس ما بعرف إذا هيدا هو ذاته، وتبع إيطاليا تبع الحرب والعنف، إذا فيك شوي تشاركنا وعن هالخبرات المشتركة مع الأجانب. هلا مبدئيا بالعروضات اللي انا عملتهم اللي هن العروضات اللي لي كعصايد شخصي، كان كل مره بيكون في موضوع بيكون عم بخليني كثير اهتم فيه شخصيا كشخص، بغض النظر اذا بكون عم بقرر، ما بكون عم فكر انه بدي اعمل عرض وبدي نقي موضوع اشتغل عنه، على قد ما بتمرق فترة. يعني بتذكر مثلا أول عرض عملته كان له علاقة بهيدي العلاقة مع المدينة، بهالقد منا ستيبل، ما فيها شيء معروف لقدام شو حيصير فيه، ما فيها شيء ثابت 100%، وكيف بيصير هيدا الشيء حولنا نحن بقلب الضجة وبقلب بقلب التغييرات السريعة، فبيعملنا شبكة علاقات ولا مرة بتكون واضحة ولا مرة بتكون معروف أهدافها، يعني هي بس بتكون كل شيء عم نعمله هو لنقدر لنكون ناجين بشكل أو بآخر. بمرحلة معينة كان في عندي، كنت عم حضر لعرض تاني بس بعد ما في فكرة، وصارت الفكرة تدور براسي انه في نوعية اشياء بالحركة بعملها انا بدون ما انتبه لحالي، صرت عم بسأل بطرح السؤال شو اللي بخليني اعمل هيدا الشيء، بعدين حسيت انه لأن بآمن انه الجسم هو مثل علاقة الثياب، منعلق عليها ثيابنا، فهو منعلق عليها ذكرياتنا، منعلق عليها ذكريات الأشياء اللي مرتبطة فينا بشكل شخصي، والأشياء اللي يمكن منحملها من أهلنا ومن أجيال قديمة، فهالقد نحن بجسمنا بتكون موجودة الذاكرة، وهذا الجسم بيطلع ذاكرته بالمواقف الحساسة، بالمواقف الخوف، الغضب، فالعرض الثاني مثلا اخذ الحرب، بس من الحرب كنت عم بحكي عن علاقتي مع الانبلي، كيف انا صار في هيك ريليشن مع هيدي الانبلي، وكيف كنت بحتال عليها كل الوقت وضلني ناجي من خلال الرأس. بعرض ثالث كانت الفكره اكثر شيء لفت لي انتباهي، كنا بالثوره وكذا، وكان عم يلفت انتباهي بخلال الثورة كيف المجموعات بتصير تلحق، بتصير تقلد بعضها بحركة معينة، فصرت عم ببحث على السؤال اللي هو كيفنا، شو هي الحركة اللي بتكون اتراكتيف للمجموعات لتشارك فيها، ونحن بنعرف ان وجود الجسم، الوجود تبعه بقلب المكان هو بحد ذاته نوع من المواجهة، وجود الجسم مع حركة معينة مواجهة تاني، فهو إذا بدك المواضيع اللي بطرحها هي بتكون مواضيع العلاقة بالضروريات وبالخوف وبالأشياء اللي بتكون عم بتعصي شخصي عم بحسها هالقد عميتلي، فبس تعني لي عصي شخصي وهيك شوي شوي بلش برم عليها كيف لاقيها من منطلق مختلف، كيف تكون عم بطرحها بطريقة اطرحها مثل ما هي بشكل مباشر بس بطريقة تكون غير متوقعة. بس بسام يعني في إلها بعد أكيد
ايه دائما بعد سياسة كمان برأسك فيه بعد سياسة، وانت بتقول انا يعني بعد سياسة بالنسبة للمجتمع اللي نحن عايشين فيه، مظبوط؟ يعني انه مواضيع مثل اللي عم تقول الثورة، الانفجار، قلت لي ما قدرت بعد اعمل شيء عنه ديريكتومون، انه بعد بكير بالوعي يعني، بس انه باللاوعي بركي في شيء اجى منه، بس انه بالوعي ما اشتغلت عليه. بس يعني في بعد سياسي. وانت بتقول شغله اللي فهمته منك كمان او قريته شي مطرح، بتقول انه الرأس هو الجسم المتمرد، والرأس بيقدر يكون ثورتنا، ما هيك؟ الرأس في شيء بيقولوا انه الرأس هو حركه سياسيه. ايه هو حركه سياسيه، فيها تكون حركه سياسيه معارضه وفيها تكون مواليه، الاتجاهين طبعا. فا ايه يعني مثل ما بتزقفي فيها تكون يعني الحركه، الجسم هو جسم الراقص، فيكون هو حركه سياسيه. أنا بالنسبة لي النشاط السياسي هو من خلال العروضات الرأس اللي بعملها. اكزاكت. بس الفكر ما جاوبتني بسام على السؤال بالنسبة لأوروبا، عروضاتك بأوروبا. بالنسبة لعروضاتي بأوروبا أكيد هون بيكون الاختلاف شوي، إنه نحن بنكون عم نشتغل، لأن العروضات كانت كنا عم تسمعوا لبسام؟ عطش شوي جعفر؟ رجع هلا بسام؟ عم بيقطش بسام؟ الانترنت يمكن الانترنت ضعيف عندك او عندي، ما بعرف. عندك يمكن بسام؟ شكله عندك، لان انا امبارح مشي حالي. اوكي. عطش عندي كمان، ما سمعتك منيح، فبعتقد من عندك. بسام؟ ايه بسام؟ انا سامع. عم تسمعني؟ عم تسمعني؟ راح صوتك بسام، راح صوتك. اوكي ثواني بس لشوف بلكي. هلا عم بسمعك. هلا عم بسمعك. اوكي بسام، كنت عم بسألك ما جاوبتني على كنت عم بقول لك بهول بالعروضات اللي كنت اعملهم برات لبنان. نعم. كان الاساس انه نحن بنكون في وركشوب هو اسمه اللي هو الريسيرش، اللي هو ريتشوالز اند موفمنت، وبكل مره بنختار سبجكت بدنا نكون عم نحكي عنه، ودائما بالاخر نحن عم نعمل يعني حتى باوروبا بامريكا بحيالله محل بنكون عم نعمل فيه الفن. بالنهايه في لغه انسانيه، نحن عم نطرح مواضيع انسانيه بتشمل الكون كله، والحرب اذا بنحكي عن الحرب بكل مطرح بالعالم في حرب، اذا ما كانت بهيدا الوقت بتكون بالوقت الثاني، اذا ما كانت بوقت قبل حتكون بوقت لبعدين، انه يعني في هيدا الخوف الانساني من الحروب، في العنصرية، الحرية. فالمواضيع هي بنكون يعني أكيد عندي ميل إنه يكون عم بطرح مواضيع سياسية، لأن بدون ما انتبه إنه بعتقد إنه هو كل شيء سياسي. أبسوليومون، طبعا طبعا. بس أنا كنت عم بسألك إنه نعم إيه، فكرمال هيك بس المواضيع بفضل او بميل انه يكون عم بخدها باتجاه، يعني مثلا بامريكا كان في موضوع العرض، هو العرض بيحكي عن البيت، انا كنت مشارك ككوريوغرافر من لبنان مع ثلاثة اربع كوريوغرافرز ثانيين، كل حدا بيجي بيعطي فيز بيعمل بارت من العرض. نعم. بالطريقه اللي هو كنت عم بشتغل على الطقوس الدينيه لناس امريكان، بس انه بنيويورك يعني امريكان، بس في ثلاثه اربعه، حدا من اليابان، حدا من ايطاليا، حدا من انه نعم. مشكلين ايه. فكان الطرح الجسدي هو الطقوس، العنوان او المضمون عم نحكي عن البيت،
شو فكره لكل كوريوغرافر شو بيعني له البيت. فانا كان عم بحط حطيت فكره البيت من منطلق سياسي، وكنت عم بحكي عن البيت اللي بحلم يكون فيه. نعم. عن البيت اللي ولا مره بيكون عمران، لان طبعا لان دائما نحن صرنا من سنين طويله دائما تحت الحرب، ومش معناتها انه هيدا بارت من حياتنا، لان في عنا بارت تاني هالقد براته. بس انا خلقت بخلال الحرب الاهليه، خلقت بمحل هالقد كانت الحرب مأثرة فيي، هالقد كان في قصه البيت، وين ولا مره كان انه لفتره معينه ما كنت بسكن ببيت اللي نحن المفروض نكون ساكنين فيه. إيه؟ لان نتنقل نهرب. ايه، فطرحت البيت من منطلق الامان، من منطلق الحدا اللي كل الوقت عنده هيدي ما بيقدر يوصل لمحل يكون عنده البيت اللي عن جد حاسس فيه بالامان، بمطرح بس بدون ما نكون عم يعني بمطرح انه يعني بجرب دائما انه اخلق نوع من انه كيف منقول نوع من السخريه على التقل الدرامي، يعني وقت أيه. يكون في شيء تنقدر نضل مداينين 100%. هو بالاخر نوع من الانكار للحقيقه المره، بس انه بعتقد منعيش ببلد وين دائما بدنا نخلق عالم موازي للعالم الحقيقي اللي نحن فيه لنضلنا مستمرين، ولا يضلوا عنا الامل، او لا يضلوا عنا الطاقه انه لا بدنا نضلنا عم نعمل اشياء. ايه بسام، نعم. بدي اسالك، هل كل الاعمال اللي عملتها مع الاجانب كمان كيف وصلوا لك او كيف وصلت لهم؟ يعني نحن الناس اللي عم يستمعوا لنا، اللي راح يستمعوا لنا، هن كمان شباب فنانين، دونك منحب نفرجيهم شوي كمان كيف شخص مثلك كيف قدر يطلع من لبنان، كيف صار هالشي. يعني هل هو open calls انت بتجاوب بتنبش عليهم، هل هن بيلاقوك على ما بعرف وين بيفتشوا عليك؟ فيك تخبرنا بس شوي على السريع لانه ما عندنا وقت كتير وبعد في اشياء بدنا نحكي فيها. كيف وصلت، كيف طلعت من لبنان؟ وبعدين بدي اسألك شغلة تانية قبل ما انسيها. لا بعدين نرجع نحكي عن رأسك. اوكي. هلأ الشغلة الأساسية أنه أنا كنت يعني اشتغلت مع عدة فرق وهيك، وأكثر فرقة اشتغلت معها ويمكن كان إلى التأثير الأكبر بمسيرتي هي مقامات. نعم. واللي كان يصير أنه مقامات بيعزموا كوريترز وبيعزموا بريزنترز وكذا من برات لبنان، وعندهم مهرجانات، يعني في مهرجان عالمي بيصير بقلب. نعم. بيروت، وبقلب هيدا المهرجان كان عندي فرصة أنه أكون عم بقدم عملي، أكيد بمطرح معين كمان، لأن الشغل اللي كنت عم بعمله بعتبر أنه الشغل اللي عم بعمله هو شغل هالقد له هوية واضحة. وفي شيء بكون عم جرب، يعني بعتبر حالي أنه أنا في عندي شيء عم جرب أقوله، بس عم جرب أقوله بلغتي أنا، بلغتي. نعم. أنا عم نحكي بلغتي الجسدية، بلغتي المسرحية الفنية، فبهول الفنية. نعم. ايه، فكرمال هيك بيكون له خصوصيه معينه، وبفتكر هيدا الشيء اللي خلاني اكون عم بطلع ارض برا. هلا مجرد ما بلشت اطلع ارض برا كمان صار بكون بمهرجان بتصير كونكشنز 100% تقوى الكونكشنز، ولانه الشيء اللي عم بجرب اعمله هو شيء له خصوصيته، له يعني منه. نعم. موجود برا بهذه الطريقة. مزبوط. بس هيدا الشيء الأساسي، بيبقى الأشياء الثانية الأبليكيشنز وكذا أنه بتصير يمكن تمرق 1% 2%. بس أنه هو أكتر شيء ناس شفوك بالأول ومن هون بلشت القصة، يعني هي علاقات بشكل مباشر بتصير. نعم. بهالكم سنة اللي قطعوا وين من وراء الكوفيد ما عدنا في ولا رأس ولا مسرح ولا شيء ولا جسد، قدرت تضلك تتواصل مع الخارج؟
يعني ما عادوا يجوا ليعرفوا شو عم نعمل. هل كمان قدرتوا تضلكم عم ترقصوا؟ عرفت شو؟ بحقيقة أنا بهيدي الفترة عملت هيك وقفت لسنة ما عم بعمل شيء، لأن بالأساس الشغل اللي بعمله له علاقة بالإنتراكشن وبالأشياء الحية، يعني اكزاكت جسد ناس مع بعضها 100%. فما كنت عبالي فوت بالعالم بالديجيتال وورد وبالفيديو. الرأس صعب ديجيتال، هو خيار يعني كان. فكل شيء كان قبل الكوفيد تأجل أو انلغى. نعم بس بهالفترة كان في الكونكشنز كانوا هالقد قلوا كثير. هيدا بياخدني على سؤال تاني لإلك. كان دراسة من الأول وقتها بشوف شغلك على سيرة عم بتقول إنه الرأس فعلاً هو كونكشن، يعني أنا في اللي بدي أسألك إياه لفت لي نظري إنه أنت دايماً، لما أقول دايماً، أكترية الأوقات اللي شفته العروضات هي سولو أكترية الوقت، غير عن ورشات العمل. أما الإخراج الإنتاجي اللي بتعمله مع ناس برات لبنان. دونك عندي سؤالين. قبل كل شيء سولو، هل هيدا شيء مش متعب كتير إنه تعمل ترقص لحالك والرقص هو مثل ما منقول يعني كمان منرقص مع حدا؟ دونك قديش صعب الواحد كل الوقت يكون هو الراقص وهو المخرج وهو المنتج، يعني كل شيء سوا لحالك. وتاني شيء ليش دونك هيدا أول سؤال، ليش الخيار إذا هو خيار السولو؟ وهل أنت بالمستقبل عم بتفكر بشي تاني ما يكون سولو؟ وتاني شيء بدي أسألك كمان، وهيدا موضوع شوي أكبر، مش بس بسام يعني هيدا، بس بشكل عام بيلفت لي نظري كمان حتى أنا وعم نبش لهيدول التوكس، إنه كرقص قليل، وبهون تتميز كمان بالنسبة لإلي أنتوكا، إنه رجال بالعالم العربي وقتها منروح على صفوف رقص كله النسوان، يعني بتلاقي مرة واحدة رجال إذا ثاقبت أصلاً. بقى كمان هيدا شيء كتير حلو إنه بالمجتمع الشرقي يلي نحن عايشين فيه تعمل كارير بالرقص. دونك بدي أسألك عن هالموضوع. وكمان هلأ مع الجوتي إنستيتيوت تعرفت على مبادرة كتير لفتت لنظري يلي بالأردن اسمه ستوديو 8، كمان شباب هن خيين وعم يعملوا شيء كتير شبيه لأنت عم تعملوا، يعني عم بيجربوا يطوروا مهارات الشباب بالرقص، ويعني كتير لقيت فيه كمان مواضيع حلوة عم بيشتغلوا عليها كتير ككوميونيتي. فلفت لي نظري مختصر مفيد إنه شباب بالشرق عم ترقصوا رقص حديث ومسرح جسدي. ففيك شوي تقلي وبالنسبة لهالموضوع، هل أنت بتشعر بهالمجتمع الشرقي كراقص إنه فيك تاخد الحرية اللي بدك وتعبر عن اللي بدك إياه بجسدك وبأدائك؟ وهل في censorship؟ هل في يعني هالمواضيع، هل موضوع الحرية كرجل راقص بالعالم العربي يعني كمان؟ اوكي خلينا نبلش باخر سؤال لان نسيته ديك بالاول، فرح هوليك عن السولو. اوكي بخصوص بالنسبه لي انه الشاب بيكون عم بيرقص، يمكن ما كنت عم حس فيها ولا مره حسيت بهذا الشعور، لان بشكل عام بالعالم كله قليل لتلاقي دانسر شباب، بس بعرف انه بالوطن العربي اكيد اصعب، وخصوصي بالرأس المعاصر، يعني دايما في اتجاه للدبكي وكذا والرأس الشعبي، بس تلاقي بيعملوا رأس معاصر وباليه منا كتير مألوفة. بس ما كان عندي ولا مرة صعوبة، يعني أنا بتذكر حتى بي بيسألوه أوقات الناس أنه ابنك شو بيعمل شو بيشتغل، مثلا بيقول لهم ابني راقص، يعني ما عنده، ونحن منعيش بضيعة يعني بالجبل، انت من الجبل. ايه ف
فما عندي يعني، لأن من الأساس ما كان في هيدا الضغط الاجتماعي علي، فبحس إنه شوي روى. بس معك حق إنه قليل نلاقي شباب دانسر، يعني دانسر شباب بشكل عام. يمكن برات لبنان، يعني بعرف إنه بالأردن بغزة بعرف إنه أصعب وأصعب. بلبنان يمكن الأسباب بتكون إلى حد ما منا كتير اجتماعية. هلأ بخصوص الفكرة إنه بكون عم بعمل سولو، في إلى كذا سبب. سبب من الأسباب إنه بعرف سوري بسام، قبل ما تروح فردون، قبل ما تروح على السولو، بالنسبة للرأس كنا عم نحكي، كمان سألتك هل أنت بتشعر إنه فيك تعبر بالرأس بالجسد بلبنان على المسرح بكل شيء بدك، يعني ما في censorship؟ بالمبدأ في بعض التفاصيل، بعض التفاصيل اللي هي قانونياً مش مسمح لنا فيها. نعم. منا إنه التعري على المسرح وهيدا هيدا المطرح، بس بقيت الأشياء ولا مرة كان عندي مشكل فيها. نعم. أوكي. يعني هو لازم تفرجي للسنس، بدك تفرجي قبل رأسك، قبل العرض، قبل ما تطلع على المسرح؟ ما لازم تفرجي، بس من بعد ما تطلع على المسرح فين يكونوا عم بيعملوا عليها مشاكل قانونية. بس أوكي. بس أوقات مرق عروضات مثلا، إنه حسب يعني على هون شوي القوانين بتحسيها مش ما منستوعبها كتير، بس إنه بتحس بس حالك حر بالتعبير يعني. ما عندك خلينا نقول بقلب بيروت، بقلب بيروت إيه. نعم. بقلب أوكي. بيروت إيه. نعم. هلا بالمناطق الثانية أكيد كل منطقة لها خصوصيتها. وموضوع السولو، هلا موضوع السولو له أكيد السبب الأساسي هو إنه في طريقتي كيف بتحرك والطريقتي كيف بعمل العروضات هي شوي كمان مثل ما قلت لك قبل شوي العلاقة فيي أنا، يعني هالقد في إلها خصوصية، فصعب لاقي الأشخاص اللي بيعملوا نفس أو اللي معقول تشارك أنا وياهم نفس هاي بالطريقة. بس السبب الثاني هو سبب مادي، سبب إنه ما في production. يعني أنا بعتقد وللأسف يعني صار لي 15 سنة بقلب بيروت، بس ولا مرة قدرت أخد جرانت أو فاند من أي جهة تمويل عربية، وهذا يؤسفني وما بعرف ما بستوعب أوقات ليه. بس أنه كرمال هيك بحس أنه خلص أنا عبالي يكون عم بعمل الأشياء اللي بدي أعملها، وما بعتبر أنه لازم يكون عندي تمويل لأعمل. بس ما كمان بحب حط بريشر على ناس يكونوا معي وإلزمهم بوقت وبكذا بدون ما يكون في مقابل، لأن بالنهاية نحن كفنانين اللي منعيش منه، اللي منعيش حياتنا ومنأكل نشرب من وراه هو الفن اللي منعمله، كمان في هيدا البارت. فاكر مالك اللي سائبت أنه برا اشتغلت مع فنانين تانيين وعملت كولابوريشن مع كذا فنان، وإجاني تمويل من برات لبنان من أوروبا تحديداً، وقدرت أعمل أشياء أكتر لأن كان في الأشياء مسهلة. يعني في حدا نعم، عم بيعطي أو اهتمام بالشيء اللي أنا بعمله، فكان أسهل علي أعمله برات لبنان. بس إن شاء الله يعني بلبنان في مشاريع وحتيجي، وفي مشاريع عملت بس كانت على صعيد ما كتير، يعني كانت كعرض مكتمل لأن كان بدها شوية أشياء أكتر. هيدا سؤال كمان كان بدي أسألك إياه بالنسبة لهالعائق المادي فعلاً بهالمجال، يعني هل عم تقدروا حتى لنقول أنت عملت عرض كمان، هل في صالات، هل في قاعات، يعني هل في جمهور، هل في ناس عم يعني أنا يلي عم بقشع وقت اللي بنبش شوي أكتر عنك إنه عرضت بركة برات لبنان أكتر من بلبنان، فهل هو هالشي لأنه
من وراء العائق الصعوبة المادية، لأنه ما في ناس، يعني إذا بدكم تستأجروا مسرح لتعرضوا بدكم تدفعوا حق المسرح. يعني هل فيك تشارك، لأنه كمان هون عم نحكي مع الجوتي انستيتوت يلي هني بيشتغلوا بحقل الثقافة والإبداع ويحفزوا الفن وورشات العمل ويدعموا الفنانين. هل في اشياء بتفكر فيها بتسمح يلي انت بتفكر فيها عامة، يعني بتسمح ل تدعم اكثر الرقص وتتقدروا تفرجوا عملكم بلبنان مش بس باوروبا؟ هلا لنكون يعني هيك حقسمهم هول، لان هول كثير اشياء اساسيه. بعتقد الشغله الاساسيه انه المساحات، اذا ما بدنا نجي نسال اذا في بلبنان استوديو مخصص للرقص المعاصر، بكل لبنان ما في استوديو احترافي مخصص للرقص المعاصر. مزبوط. هيدي يعني هيدي شغله غريبه. تاني شغلة، بشكل عام استديوهات الرقص والأماكن المخصصة للرقص، يعني ما عم نقول عن المسرح، لأن بعتبر لبنان نسبة لكبر بيروت، خلينا نقول عن بيروت لأن كمان في اختلافات كتير كبيرة، بس نسبة لكبر المدينة لمساحتها فيها كمية مسارح، مع أنه للأسف في كتير سكروا آخر بالآونة الأخيرة، بس بالأساس كان فيها كمية مسارح منيحة وكبيرة، بس هي مسارح اتجاهاتها أكثر مسرح تقليدي كلاسيكي، بس للرقص المعاصر أو للمسرح الحركي لا، الدعم كتير قليل، المطارح الأماكن شبه معدومة. نحن منجرب نستأجر مطرح وين كل اللي بدون يرقصوا بيكونوا عم بيستأجروه، وبيكون أكيد بيكون مكلف بمحلات معينة، بس كمان بحاجة لمطارح. هذه الشغلة الأساسية، وكل الاتجاهات تبع التمويل عم بتروح لمسارح، وللأسف هالمسارح بشكل أو بآخر تقليدية. المشكلة الثانية بنظري، هذه مشكلة أساسية، إنه نحن بحاجة لتعليم، لبرامج تعليمية، لأن الجزء الأكبر من شبابنا عم بيفلوا، لان كمان اذا بده يعمل شيء بالبلد هون ما عندهم بروجرامات تخليهم عن جد يكونوا عم بياخذوا هيدا الدومين بشكل جدي وبشكل، لان الاكسبيرينس والصفوف وكل شيء موجود قدامهم هالقد بعد بدائي. وبعتقد كمان في يعني انخلق مبادرات كتيرة بس ما قدرت تعيش، يعني انخلق سبيس كتير رائع بقلب بيروت ما قدر يعيش لأن الاتجاهات التمويل ما كانت كافية. وبتعرفي انت انه ما في دولة تكون عم تاخد هيدا الشيء بشكل جدي كمان، وللأسف كمان هيدي نقطة يمكن بقولها وما بعرف قدي لازم يكون، بس في اتجاه بالتمويل بيركز أكتر على البرودكت الأخير، مزبوط، بيركز أكثر على النتيجة، بيركز أكثر نشوف ناس عم بيعملوا performances، بس ما في اتجاه عن جد لنحنا نخلق بروجرامات على مدى طويل وين بيكون في فنانين عم بيتدرجوا، لا بالآخر يوصلوا لمرحلة يعملوا شغلهم، بس يعملوا شغلهم من بعد خبرة، من بعد تجارب، من بعد اختلاط مع ناس عملوا تجاربهم قبل وهيك، وعم نتحول لنصير كتير فرديين وين البروجيات الجماعية طبعاً والجماعات عم بتصير قليلة، عم بصير في كل حدا بياخد جرانت صغيرة بيروح بيعمل فيها مشروع صغير بيعمله اليوم تاني يوم بتنتسى الخبرية بيخلص. ايه ما عم نخلق بلاتفورم هيك، ما عم نخلق بي أرض شو بيقولوا أرض متين خصبة إيه؟ نبني عليها مية نعم مزبوط، وما عم بيكون في أبدا هيدا الاتجاه لنعمل بلان لوقت طويل. بيروت فيزيكال لاب عم نجرب عن جد نكون عم نخلق هيدا الشيء، منه سهل، بس عم نقول لحالنا إذا نحن عم نخلق أشياء بس تكون سريعة رح نكون ما عم نعمل شيء صحيح. بدنا نخلق شيء
يكون في أرض متينة وثابتة، بس كمان يعني في شيء بين الأحلام والواقع. ما بعرف قدي البالانس حيصير بيناتهم هالقد قوي. بدي شاركك بس شغلتين قبل ما نخلص ونختم. بدي شاركك شغلتين. هاي دول استوديو 8 بالأردن إذا بتطلع شوي، بس كمان اللي فهمته منهم إنه تمويل كمان كله دايما مشاريع بيست على جرانتس، فهو كمان حلو بركي إذا وحضرت فيلم رائع من شي جمعتين بالبيروت آرت فيلم فيستيفال عن كمان مبادرة رقص حديث بمصر بياخد العقل. بدي اجيب لك، هي مدرسة يعني دوكيومنتري فيلم وثائقي عن مشروع رقص مع سويسرا ومصر، وين رجعوا احيوا الرقص المعاصر واشتغلوا على وقت طويل كتير مع راقصين اجانب ومصرية بمصر من بعد الثورة، جربوا يعملوا موضوع خاصه كمان بهلا بقى. نحن بعالم يعني الدول ما كتير بتهتم بهيدا الشأن، وخاصة بالشأن الثقافي وبالرأس أقل وأقل إلا إذا رأس بركة ما بعرف رأس شرقي جنسبا. نحن أكثر محل بنرقص بالكرة الأرضية، بس بنفس الوقت الرأس على قد ما بياخد حقه، بس نحن أكثر مزبوط. يلي لفت لي نظري شغلي انت بتقوله، وبدي اختم على هالشي حتى الا اذا في ناس عندها سؤالات. يلي بتقول انت، كنت عم بتقلي يعني انه انت البيروت فيزيكال لاب وكل الجهود يلي عم بتحطها لحتى تكفي هالموضوع هو مشان الناس يلي ضلوا بلبنان وببيروت وحطوا كل التلة، وحبيت كتير هالكلام اللي هو كتير سيمبل بس هالقد مزبوط، وحطوا التلة كل جسمهم وكل طاقتهم بهالبلد، وإلا بلاهم بتموت المدينة. يعني فعلا هو وجود بالجسد ومش بس بالحكي، وانت كتير بتحكي كمان عن هالموضوع يلي بيعني لي كتير انه بيكفي خطبية وسرسرة في كتير هيك، بس يلي فعلا باقي بجسده وعم بيتحرك. وبتقول انت كتير انه في حاجة للحركة، وهي حاجة عميقة لحتى كمان نقدر نواجه يعني حتى برك الانجواس اكزيستانسيال يلي عنا نحنا اكتر واكتر. بقى بعتقد انه هيدا الشيء فعلا يلي بتقول انه بدك ضلك عم تجرب تخلق مساحات للناس يلي ضلوا بجسدهم ويلي موجودين، مش بس عم بيحكوا بس عم بيعيشوا بجسدهم، لانه هيك الواحد بيضل عايش بجسده كمان يعني خلال الرقص منضل حيين. بقى ما بعرف إذا في شيء، وأنا بدي يعني أتشكرك كتير لأنك بالنسبة لإلي كمان شخصياً الطاقة اللي بتعطيها كأستاذ وكفنان هي يعني أنت شخص من الأشخاص اللي بلبنان بيخلوني أقول جعبالي ضلني عم ضوي على هالناس وضل بهالبلد. بقى هل في شيء انت بتحب تقوله لتختم، وهل في ناس عندها اسئله؟ سلمى، I was closing and I was saying if you have any question the few people who are here even if it's in English you can ask Bassam. He speaks English but he is very nationalistic maybe. No, I'm kidding. So he likes to speak in Arabic as well. Actually, I'm very happy that you were speaking in Arabic, Bassam, you know, because we also have many users who are speaking mainly Arabic. So for us, this is really good, not only just to have talks in English. So thank you so much for this. And I'm really sorry that we couldn't have more audience. But, you know, I hope when we are posting the videos on our social media that people are still going to comment. But thank you so much. Do you have any question for him? From my side, no. Thank you so much. As an audience.
ستيفاني، do you have any question؟ I see ستيفاني عشقوتي. Hi, no, no questions. No question to بسام. طيب وراحت أندريا. بسام في شيء بدك تختم فيه؟ بتحب تقول شيء للي عم يسمعونا، اللي حيسمعونا للجوتا انستيتيوت، ما بعرف، للشباب؟ اللي بدي اقوله ايه، انا اللي بدي اقوله انه كل اول شيء هيك من زمان، اول ما بلشت على المسرح في دكتور وحدا كان بيعلمني وقال لي انه اللي بيعمل المسرح والرقص هو الحب، اللي بيخلينا نعمل الاشياء بهيدي المدينه هو الحب للمدينه، الحب للاشخاص اللي بيعنونا. بعتقد اكثر شيء خلاني انه اكون هيك عم جرب اعمل بيروت فيزيكال لاب هو انه كنت عم شوف، عم حب الاشخاص اللي بيجوا بيحطوا طاقتهم وبيتحركوا، وبحس انه في حياه بعد بهيدي المدينه، في ناس عن جد هالقد في طاقة حلوة فيهم، هالقد حابين. وبنفس الوقت كان في جروب هيك صاروا كمان عم بيحطوا طاقتهم ببيروت فيزيكال لاب، خليل وأندريا ويارا، وهالقد عم بيجربوا كمان يدفشوا المشروع. نحن $800 عملنا مشروع لثلاث أشهر مع 15 شخص، مع بيرفورمنس ساعة ونص من اللحم الحي بيقولوا، بس لأن كنا حابين. وهلأ عم نعمل مشاريع وويركشوبس وكذا بدون أي تمويل، يعني إجينا شيء من اتجاهات كمان مشكرهم هالقد صغير، بس أنه بنفس الوقت كله بمثل حدا عم بتعلقي له أكسجين هيك إنعاش. بس بالنسبة لإلي لو لعشر سنين ما بيكون في أبداً تمويل، اللي بيعمل هيدا المشروع أنه يكون في ناس عندها الطاقة وعندها الحب، وبعتقد في كتير أشخاص بيكونوا موجودين، وبعد الأشياء عم بتكون حلوة. أكيد بدنا نطور أكتر، وبدنا يصير عنا بلان واضح أكتر، ونحن نستقر بالأشياء اللي عم نعملها. وأنا كفنان كمان بيهمني كمان أرجع أفضى أكتر للأشياء اللي بعملهم. بس بعتقد بالنسبة لي بيروت فيزيكال لاب هو شيء بعمله ببيروت، وهالقد مع أنه نعم هلأد بيعني لي، لأن دايماً كل مرة عم نكتشف أنه هيدي المدينة هلأد عايشة وهلأد بدأ تضل عايشة. مرسي. بس بدي حط جعفر عايشارد كمان فينا نحط هيك لنختم، مثل ما بيقولوا مسك الختام برأسة تبع الريتشولز تبع بسام، بعثت لك إياها باللينك. أكيد أكيد، يلا وبعدين بنودعكم. أوكي جاهزين؟ هاي بإيطاليا. أكشن. رحمة بدي أقول إنه على يوتيوب فيكن تحطوا بسام أبو دياب وبيطلع لكم كتير رقصات كتير كتير فيها تخدكم، وهيك بتعرفوا أكتر عن شو عم بيحكي بسام. وميرسي سلمى، بتشكركم. ميرسي بسام، ومنعزمكم وقت اللي يكون بسام عنده عرض ببيروت تجوا تشوفونا. Voilà. Okay, thank you Salma, thank you Jafar. Thanks everyone. Thanks Bastan.